يعني يتصدق منها، يعني يطبخ له ويعطيه، لا يعطيه منها. وذاك السنة في الأضحية والعقيقة زين والهدي وغيرها، السنة في هذه أن تقسم ثلاثة أقسام، ثلث لك وثلث للفقير وثلث إهداء، تهدي لقريب لجار لصديق إهداء تهدي. فعندنا ثلاث أثلاث تقسمها الأضحية أو العقيقة، طيب تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث لك لبيتك أنت تأكل منها، وثلث تهدي لأقاربك جيرانك أصدقائك، وثلث تتصدق على الفقراء. هذه السنة. نعم.